اهلا بيكم شباب، النهارده هنتعلم موضوع جديد، موضوع الطباعه بالعزل باستخدام مسدس الشمع. ومن الممكن ان احنا نستخدم بدل مسدس الشمع ممكن نستخدم الشمع العادي، ممكن نستخدم التب، لزق التب، او اي ماده تعزل. احنا زي ما احنا شايفين احنا بنرسم التصميم بمسدس الشمع عادي خالص، رسمناه وبنسيبه لحد ما يجف، وبعد كده بنجيب الالوان بتاعتنا العاديه خالص وبندق مكان التصميم او بنمشي على التصميم كله كأننا بنطبع السنسل، كأننا بنمشي على التصميم كله هو زي ما احنا شايفين. وبعد كده نسيب اللون ينشف، بعد كده نشيل الشمع اللي احنا حطيناه. طب حد يسألني يقول لي طب هو الشمع مش هيلزق على القماش؟ اقول لك لا، مش هيلزق بالنسبة للدرجة اللي حضرتك متخيلها، لكن ممكن تشيله عادي، وفي الحالة دي هيبقى عزل اللون عن ان هو يوصل للقماش. وده كان الفيديو سريع النهاردة، وأتمنى لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنساش نعمل لايك. شكرا ليكم.